بسم الله الرحمن الرحيم. بناتي وابنائي الاعزاء، اهلا بيكم في محاضره جديده من محاضرات السيتوجينيتك. كل سنه وحضراتكم طيبين، عيد سعيد عليكم وعلى اسركم جميعا يا رب. خلونا نبتدي في المحاضره القبل الاخيره والمهمه جدا في علم السيتوجينيتك، وهي الكروموسومال ابنورماليتس. بس قبل ما نبدا الكروموسومال ابنورماليتس، هناخد فكره بسيطه قوي وسريعه جدا عن الستيننج اوف كروموسومز، ازاي بسمي الكروموسومز، وبعد كده ندخل على طول في الكروموسومال ابريجن نيوميريكال وستراكشر. لما نتكلم عن النيوميريكال هنتكلم عن البوليبلويدي والانيبلويدي، لما نتكلم عن الاستراكشر هنتكلم عن الديليشن والمايكرو ديليشن والانفيرجن والدوبليكيشن والرين كروموسوم والترانسلوكيشن الايزوكروموسوم والكروموسوم بريكج. طبعا في كل واحده من دول هنحاول نوصل للكلينيكال. اول حاجه ناخدها هي الستيننج اوف كروموسومز. انا بعمل الستيننج اوف كروموسومز ازاي؟ احنا اخذنا الكاريوتايب وعرفنا ازاي اسبغ الكروموسومز بتاعتي بالجيمس ستين، ولما اسبغ الكروموسومز بتاعتي بالجيمس ستين دي بسميها البيزك كاريوتايب او الكاريوتايب. وطبعا دي طريقه ما عادش بتستخدم دلوقتي، فبنستبدلها بالكروموسوم باندنج. الحاجه الثانيه اللي هناخدها الفلوريسنس ان سيتو او ان سايتو هايبريديزيشن او الفيش تكنيك، الكروموسوم بينتنج، سبيكترال كاريوتايبنج اور 24 اور كلر 24 كلر كروموسوم بينتنج، واخر حاجه الكومباريتيف جينوم هايبريديزيشن. يبقى اهم باندنج عندنا هو الجي باندنج، وجي يعني جيمس. احنا استبغنا قبل كده بالجيمس ستين في حاجه بنسميها الكاريوتايب. لما عملنا كاريوتايب انا ما كنتش اقدر اقسم الكروموسومز بتاعتي من 1 لـ 22، ما كنتش اقدر اتعرف عليهم نيوميريكال، لكن كنت اقدر اتعرف عليهم ان جروبس، دي جروب A، دي جروب B، دي جروب C، دي جروب D، جروب A وF وG. دي كانت الجروبس اللي عندي في ال نورمال كاريوتايب او البيزك كاريوتايب. لكن دلوقتي بعد ما عملت دي ناتشوريشن للبروتينز اللي موجوده في الكروموسوم باستخدام التريبسين، التريبسين هو زي الالفا جيموتريبسين يعني اللي هو الانزيم اللي اسمه تريبسين، هحط نسبه صغيره قوي على الجيمسة ستين بتاعتي. تعمل دي ناتشوريشن للبروتين، تاكل شويه من البروتين اللي موجود في الكروموسومز، فتخلي للكروموسوم باندز بالشكل ده مخططه خطوط بالعرض كده 1 2 3 4 5، والاقي ان الخطوط اللي في الكروموسوم ده غير الخطوط اللي في الكروموسوم ده غير الخطوط اللي في الكروموسوم ده، فبسميها باترن اوف ذا باندز او باترن اوف كروموسومز. يبقى انا عندي في دارك باند وفي عندي لايت باند، دارك باند لايت باند، دارك باند لايت باند اند سو اون. تفسير الدارك باند واللايت باند ان الدارك باند ريتش ان اي تي وبتمثل الهيتيروكروماتين يعني الادينين والسيامين، لكن اللايت باند ريتش ان جي سي اللي هو السيتوزين والجوانين، وده بتمثل اليو كروماتين او الاكتيف جينز. يبقى الدارك باند الان اكتيف جينز واللايت باند دي الاكتيف جينز. طيب دي النوع الاولاني من انواع الباندنج اللي هو الجي باندنج. ممكن اعكس الباندز دي يعني اخلي الغامق فاتح والفاتح غامق لو استخدمت ديناتشريشن مرة تانية قبل ما استخدم مع بدل التريبس زي الهيتنج. لكن لو استخدمت مادة الكوانكراين او الكوانكرين في الحالة دي هسميها كيو باند، واللي هتوريني نفس اللي شفته بالجي باندز. التي باندنج انا بشوف التيلوميرز بتاعي بس ما بتسبقش غير التيلوميرز، لكن في السي باندنج انا بشوف غير الكونستيتيوتيف هيتيروكروماتين خاصة اللي موجودة في منطقة السنترومي. يبقى دي انواع الباندز المختلفه اللي بنستخدمها في علم السيتوجينيتك. لكن اهم من كل هذه الباندز كلها هي الجي باندنج اللي بنستخدمها في التراديشنال. الفيش تكنيك ودي برضو من الحاجات اللي بتستخدم النهارده على نطاق واسع. بستخدم ايه؟ بتعتمد على ايه فكره الفيش تكنيك؟ بتعتمد على ان انا بشوف لكل كروموسوم منطقه خاصه بيه، يعني سيكونس من الدي ان ايه مش متكرره في كروموسوم تاني. لو قدرت اوصل الجزئيه دي من السيكونس
اوبس دي ان ايه، لا انت عارفين طبعا الكروموسوم هو الا دي ان ايه. يبقى انا لو وصلت في كل كروموسوم لسيكونس مش متكرره في الكروموسوم الثاني، يبقى انا عندي لكل كروموسوم بروب، اقدر اعمل له، اعمل للسيكونس دي اعمل لها كومبلمنتري سيكونس. الكومبلمنتري سيكونس اللي هعملها للسيكونس اللي خاصه بالكروموسوم هخليها فلوريسنت. يبقى اذا انا عندي لكل كروموسوم الاول اعرف له حته منه تكون يونيك غير متكرره في كل ال 46 كروموسوم او في كل ال 23 كروموسوم. دي رقم واحد. رقم اثنين هخلق لها كومبلمنتري سيكونس، هذه الكومبلمنتري سيكونس تكون ايه؟ تكون فلوريسنس. لما احط الكومبلمنتري سيكونس على ال 46 كروموسوم هتتفاعل مع مين؟ هتتفاعل مع الكروموسوم السبيسيفيك بتاعي، فاشوف هو موجود منه نسخه واحده ولا مش موجود، ولا موجود منه اكتر من نسخه. يبقى الفلوريسنت دي ان يبروب هعمل له هايبريزيشن على كل الكروموسومز كلها، هيتفاعل مع الكروموسوم السبيسيفيك بتاعه. انا في الرياكشن ده انا مستخدم اتنين بروب، واحد باللون الاخضر واحد باللون الاحمر، هيديني نوعين من الكروموسومز. ادي واحد اتنين باللون الاحمر، تلاتة موجودين اهم، اربعة موجود اهو، وبعدين باللون الاخضر موجود هنا وهنا 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 and so on. يبقى دي بسميه، بس ده طبعا لازم يكون عندي فلوريسنت مايكروسكوب. السبكترال كاريوتايب او 24 كالر كروموسوم، ده واحد بقى ايه مزاجه عالي قوي، فعمل لكل كروموسوم الوان خاصه بيه، بحيث احط ال 24 لون يطلع لي ال 24 كروموسوم مره واحده. طيب الكومباريتيف جينوم هايبريدايزيشن دي حاجه تكنيك عالي قوي قوي قوي، بستخدم في ايه بقى؟ بستخدم هايبريدايزيشن لاثنين بروب، البروب الاولاني بيبقى للنورمال والبروب الثاني بيبقى للبيشنت، وبعدين احط التو بروبس على بعض واخلطهم على بعض واخليهم يحصل لهم رياكشن مع الكروموسومز اللي انا كنت عاملها في الكاريوتايب الاولاني خالص قبل التريبس. لما احطها هتتفاعل مع ال دي ان ايه اللي موجود في الكروموسومز عندي، وحسب درجة التفاعل اذا كان المريض بتاعي يتفاعل للكانسر بروب يبقى المريض بتاعي كانسر، لو ما تفاعلش وتفاعل مع اللون الاحمر بس اللي بيمثل الكنترول يبقى هيديني اللون الاحمر. لو حصل كومباينيشن يبقى حسب الدرجة، لو كانت الدرجة الخضراء هي اللي عالية بنسميها شيفت ليفت، لو كانت الدرجة الحمراء هي اللي عالية يبقى شيفت رايت، يبقى بسميها ريد جرين ريش، واحد لواحد المفروض يبقى الطبيعي بتاعي ايه؟ واحد لواحد وهكذا. طيب تعالوا بقى نرجع للجي باندنج المهمة اللي احنا عرفناه. حسب الجي باندنج انا بقسم الكروموسوم الى شورت ارم ولونج ارم. الشورت ارم بسميه بي وبي من بيتل زي ما اتفقنا، وكيو اللي هو حرف الكيو اللي بيجي بعد حرف البي، ودي قلناها في محاضرة الكروموسوم. يبقى انا عندي الكروموسوم شورت ارم ولونج ارم. الشورت ارم او اللونج ارم بقسمها الى ريجن، يبقى الشورت ارم بقسمها لريجن 1 وريجن 2. اللونج ارم هنا انا مقسمها لريجن 1 وريجن 2 وريجن 3. يبقى ده الكروموسوم رقم كام؟ ده الكروموسوم رقم 7، دي الشورت ارم بتاعت الكروموسوم رقم 7، ودي اللونج ارم بتاعت الكروموسوم رقم 7. ايه اللي عرفني ان هو 7؟ ان انا كتبت 7 قبل الارم. دي الشورت ارم ايه اللي عرفني بي، وايه دي اللونج ارم ايه اللي عرفني كيو، دي ريجن 1 ايه اللي عرفني الرقم اللي بعد الارم على طول. يبقى بعد كده بقسمها لايه؟ لريجن. بعد ما اقسمها لريجن بقسمها لباندز، بقسمها لباند. يبقى دي الباند رقم ورقم 3 في ريجن رقم 1 في الكروموسوم على الشورت ارم بتاعت الكروموسوم رقم 7. دي الباند رقم 3 في ريجن رقم 1 على الشورت ارم بتاعت الكروموسوم رقم 7. لكن احيانا يكون الريزوليوشن عندي عالي او لدرجه ان انا اقدر اقسم الباندز بتاعتي دي الى سب باندز. فنبص هنا هنلاقي ان انا بعمل لوكاليزيشن لجين موجود على سب باند 1 اللي موجوده على باند 2 في ريجن 2 على الكيو ارم بتاع الكروموسوم رقم 7. يبقى لما اقرا ده ما اقراهاش 22 واحد من عشر، غلط. يبقى لما اقول ان
6B21.34. او دي معناها ايه بقى؟ معناها سب باند 4 على سب من سب باند 3 اللي موجود على الباند رقم 1 في ريجن رقم 2 على الشورت ارم بتاع الكروموسوم رقم 6. هم خلصوا الحكايه دي وعملوا حاجه اسمها ايديوجرام. الايديوجرام ده بيقول ايه؟ بيقول ان انا الكروموسوم رقم 1 في كام باند، في كام ريجن، في 4 ريجن، هي اول رقم. الريجن رقم 4 فيها كام باند؟ فيها 4 باند. يبقى الريجن رقم 4 فيها باند 1 وباند 2 وباند 3 وباند 4. لو عايز تشوف، لو انت عاوز تشوف السب باندز يبقى ما تدورش على الخريطه دي، دي الخريطه اللي بتطلع المراكز بس. لكن عايز تشوف القرى تدور على خريطه يكون الريزولوشن بتاعها اعلى شويه، يبقى حسب الخريطه اللي عندك. ممكن خريطه تطلع لي ان الدوله دي محافظتين اتنين، كيو باند كيو ار وبي ار. ممكن خريطه تانيه تطلع لي ان الدوله دي بتتكون من محافظتين صح، لكن كل محافظه فيها ثلاث مراكز، يبقى انا طلعت الريجن. ممكن خريطه تكون مستواها اعلى شويه تطلع لي القرى، ممكن خريطه تطلع لي الشوارع، وهكذا حسب الاناتومي اللي انا مستخدمه او حسب الريزولوشن اللي انا مستخدمه. طب ايه اللي بيعمل الكروموسوم ابريجن؟ رقم 1 الاينايزنج راديشن مش الاكس راي. رقم 2 الفيرال انفكشن خاصه الجيرمال ميزلز. بريجننسي ان اولد ايج، طبعا دي بتبقى معاها كروموسوم الابريجن عاليه جدا، وعرفنا السبب لما اتكلمنا في الميوسيس. المالجننسي، طبعا ما احناش عارفين المالجنس سبب في الكروموسوم الابريجن ولا الكروموسوم الابريجن سبب في المالجنسي، لكن في حالات من المالجنسي شور اسوشيتد بالكروموسوم الابريجن، وهي هتبان في اخر المحاضره. الدراجز السيتوتوكسيك دراجز والنيتروجين ماستر دراجز، طبعا دي بتتداخل مع تركيبه الدي ان اي. الكروموسوم الابريجنز اللي احنا عايزين نعرفها نيوميريكال وستراكشر. النيوميريكال سهله جدا ليه؟ اصل هي يا اما بولي بلويد يا اما انبلويد. البولي بلويد اللي هو تكرار الهابلويد نمبر، يا اما 3 يا اما 4 من الهابلويد نمبر او 8 او 6، يا اما 3 يا اما 4 يا اما 8 ومضاعفاتها. نورمالي انا ممكن اشوفها في الليفر سيل، ممكن اشوفها في الميجا كاريوسات، ممكن اشوفها في الاوستيوبلاست، لكن ابنورمالي لا يمكن اشوفها في الطبيعه الا في حالات الكانسر. لكن الخلايا اللي فيها polyploid abnormally طبعا incompatible with life. الانبلويدي ده ديفيجن في النورمال ديبلويد نمبر عن ال ديفيجن للنورمال ديبلويد نمبر، يا اما بالزياده يا اما بالنقصان. لو كان بالنقصان هسميه هايبوبلويد، لو كان بالزياده هسميه هايبربلويد، ويا اما في كروموسوم واحد يا اما في وان بير اوف كروموسومز. لو عرفت اسم الكروموسوم بسميه ترايسوم، يبقى الهايبربلويد لو عرفت اسم الكروموسوم بتاعه هسميه ترايسو. الهايبوبلويد لو عرفت مين هو الكروموسوم اللي ناقص هسميه مونوسوم. الترايسومي ده وجود ثلاث كروموسومات بدل ايه؟ بدل اثنين، زي ترايسومي 21 اللي موجود في الداون سيندروم. هنا المونوسومي مش موجود غير في الاكس كروموسوم، عمر ما هلاقي مونوسومي في اوتوسوم خالص. ايه اللي ممكن يعمل لي الانيوبلويدي؟ النون ديسجنكشن والانافيز لاج والترانسلوكيشن والفيلير اوف دوبليكيشن، كلهم سهلين. النون ديسجنكشن اخذناه واحنا بنتكلم في الميوسيس، واحنا بنتكلم في الميوسيس قلنا الكروموسوم ده ما رضيش يسيب اخوه فراح معاه، فالخليه دي بقى فيها كام؟ بقى فيها 24، والخليه دي فيها كام؟ فيها 22، وبالتالي دي هتبقى هايبربلويدي وده هتبقى هايبوبلويدي. لو الهايبوبلويد هنا في مونوسومي في اوتوسوم يبقى الخليه دي هتموت، لو كان في الاكس كروموسوم يبقى هتكمل معايا. الهايبربلويدي لو كان في الاكس كروموسوم هتكمل معايا، لو كان في دوينت وانا هيكمل معايا 13 18 هيكمل معايا، اذروايز مش هتكمل معانا. في المايوسيس 2 نفس الكلام، التو كروماتيدز هنا ما رضيوش يسيبوا بعض، فالاثنين راحوا الناحيه دي، وهنا فضلت الخليه من غير الكروماتيدية دي، وبالتالي الخليه دي هيبقى فيها 22 كروموسوم والخليه دي فيها 24 كروموسوم، يبقى دي هايبر ودي هايبوبلويد، دي بنسميها نان ديس جانكشن. طب هل النان ديس جانكشن ممكن يحصل في الميتوزيس؟ ايوه، خاصه لو حصل في الايرلي امبريوجينيسيس. لو حصل في الايريا امبريوجينيسيس زي ما احنا شايفين الخليه دي انقسمت ادت خليتين، كل خليه فيها 46. الخليه دي لما جت تنقسم ادت خليتين فيها 46، كل خليه فيها 46، لكن دي لما جت تنقسم حصل نان ديس جانكشن، فالكروموسوم راح الناحيه دي وما راحش اخوه الناحيه، فدي بقت 47 ودي بقت
45. لو كان الكلام عن الاكس كروموسوم دي مكمله معايا وتقلب لي بترتر، لو كان الكلام عن حاجه تانية غير الاكس كروموسوم بالخليه دي هتموت ودي هتكمل. لو كنت انا بتكلم هنا عن الاوتوسوم رقم 13 او 18 او 21 هتكمل هي كمان، اذروايز الاثنين دول هيموتوا. دي بسميه نون ديسجنكشن. ده الكلام اللي احنا قلناه ونقراه هنلاقي نفس الايه، نفس الكلام. في حاجه اسمها الانافيزليك. الانافيزليك ده بيحصل في الميتوسيس، زي ما انت شايف كده الكروموسوم ده كسلان وخيبان، فلا عرف يتصل لا بالخليه دي ولا عرف يتصل بالخليه دي، ولو كان اتصل كنا هنسميه نون ديسجنكشن، لكن هو لا راح للناحيه دي ولا راح للناحيه، لقيت علق في النص. فبقى عندي خليتين، الخليه دي فيها 46 والخليه دي فيها كام؟ فيها 45. الخلايا اللي فيها 46 زي الفل، والخلايا اللي فيها 45 عرفنا لو كان المراسمه في الاكس كروموسوم هتكمل معاه، لو ما كانش في الاكس كروموسوم مش هتكمل معاه. اب الكروموسوم الزياده ده اللي الكسلان ده الخيبان ده هيروح فين؟ هيروح ياخد حته من النيوكليير انفلوب واسميه مايكرو نيوكليس. وعلى فكره المايكرو نيوكليس من الانفستيجيشنز السهله اللي ممكن استخدمها كسيتوجينيتك ابروتش. يبقى الانافيزليك هو ده كل الكلام اللي احنا قلناه عن الانافيزليك. الترانسلوكيشن هناخده واحنا بنتكلم في الاستراكشر الابريجن، هعرف ان في احيانا الكروموسوم واحد من الكروموسومز يركب على الكروموسوم الثاني. لما اجي اعد الاقي الخليه بتاعتي فيها كام كروموسوم؟ فيها 45، بس هي اكشوالي فيها كام؟ فيها 46. يبقى زي ما بقول دايما هيستولوجيكالي 45، فيسيولوجيكالي 46. فيلير اوف دوبليكيشن، واحد من الدي ان اي مولكيولز اثناء الاستفيز ما رضيش يعمل دوبليكيشن، وبالتالي هيطلع الخليه عندي فيها 45. خلاص عرفنا بقى وزهقنا، لو هي في الاكس كروموسوم هتمشي، لو مش في الاكس كروموسوم مش هتمشي. تعالوا نشوف الكلينيكال اكزامبلز اللي احنا هناخدها. ترايسومي 13 بدا يسميها الباتو سيندروم، وفي الباتو سيندروم هلاقي الايه الكلينيكال بيكتشر اللي احنا شايفينها دي، المنتال ريتارديشن، كونجينيتال هارت ديفيكتس، وكليفت بالات وكليفت ليب، وسكالب ديفكت، وبولي داكتايل، وفي الغالب انكومباتبل وذ لاي، بيحصل سبونتينيوس ابورشن. زيه زي مين؟ زي الترايسومي 18 اللي هو الايدوارد سيندروم، بيبقى 47 و18 الترايسوم عندي فين؟ في ال 18. الكلينيكال بيكتشر بتاعته تقريبا قريبه من مين؟ من صاحبنا اللي فات، لكن هنا موجود هنا حاجه اسمها روكر باتون هيل، الاقي الهيل بتاعته عامله زي قاعدة الكرسي الهزاز بالمنظر ده. طبعا الاكزبت كبير والمايكرونيزيا ده واضحة، لكن بيبقى معاها كليفت بالات، وطبعا الفينجرز هنا، شايف الفينجرز هنا عاملة ازاي؟ بنسميها ايه؟ اوفرلابنج فينجرز، بنسميها اوفرلابنج فينجرز. يبقى ده الترايسوم 18 او الايدوارد سيندروم، والكلام ده طبعا مهم جدا بتوع الاطفال وبتوع الناس. الترايسوم 21 اللي هو الداون سيندروم، هو زي ما احنا شايفين ده الداون سيندروم، ده الترايسومي 21، وعرفنا سبب الترايسوم هنا ايه. ممكن يكون اللاجنج، ممكن يكون لاجنج، ممكن لا ما ينفعش يبقى لاجنج، ممكن يكون النون ديس جانكشن او الريبورت سونيان ترانسلوكيشن، وده هناخده بالتفصيل واحنا بنتكلم في الترانسلوكيشن. الكلينيكال بيكشر انتوا عارفينها اشطر مني، سواء كنتوا بتوع نساء او كنتوا بتوع اطفال، الاثنين اشطر مني في ان هم يشخصوا الداون سندروم، سواء كان بالاي او بالكانسس او اسف او بالبروترودنج تانج او بالكانسر فولز اتكلمنا عليها، او بالنيوكيال سكين فولز اللي احنا شايفينها دي، او بالكريسز بتاعت الايد او بتاعت الرجل زي ما احنا شايفين، شبه بتبقى شبه المونكي، بنسميها ايه اللي شبه المونكي دي؟ بنسميها سيميان كريس. يبقى احنا كل ده بنتكلم عن ايه؟ عن الترايسومي 21. الكلاين فيلتر سندروم ده 47 كروموسوم اكس اكس واي، يبقى ميل ولا فيميل؟ لا ميل، لكن عنده اكسترا اكس كروموسوم، يبقى جينو الفينوتايب بتاعنا ميل لكن عنده اكسترا اكس كروموسوم. هذا الاكسترا اكس كروموسوم هتخليه ميل وعنده بار بادي. لما يكون ميل وعنده بار بودي يبقى اللي عنده استرايل استريليتي هايبوجوناديزم جاينيكوماستيا سكانتي بادي اند بيوبيك هير، طبعا احنا كلنا حافظين الكلام ده. لو عملت له انفستيجيشن زي اللوتستون اليفيري الكونادوتروفين فايبرس تيستيكلز،
الاي كيو بتاعته قليله شويه صغيرين. ليرنينج ديسابيليتي انت سوشي بيهافير ما بيبقاش متوافق مع المجتمع. ديلايد سبيتش وهو طفل. تول ستيتشر وكاستريت او انو ايو نوكويد هابيتس هي مكتمل الرجوله. فيريكوز فين ارتيريال وفينس ليكس. الترنر سيندروم. الترنر سيندروم ده المونوسوم الوحيد اللي موجود فيه 45 اكس، لكن احيانا ما يبقاش مونوسوم مناسبه، احيانا يبقى استراكشر الكروموسوم الابريج، يبقى لوس اوف بارت، يبقى ده استراكشر او كل الكروموسوم بتاعه الاكس كروموسوم. قلنا ده ذا اونلي مونوسوميك كابابل اوف ايه اوف لايف او بالظبط كده. 66% من المونوسومي من ال 66% من الترنر سيندروم عندهم مونوسومي في الباترنال، يعني بيحافظوا على الماترنال، و33% حافظوا على الباترنال ما يحافظوش على الماترنال. 50% من من الحالات دي بتبقى موزايك. يعني ايه موزايك؟ يعني الاقي 45 اكس كروموسوم والثانيه زيرو وجزء من السيلز بتاعتها 46 اكس اكس، يبقى ده الايه الموزايك الاولاني. يبقى في الموزايك الاولاني عندي 45 اكس او على 46 اكس اكس، يعني البنوته دي افحص السيلز بتاعت بس دي طبعا تيبيكال صعب ان انا الاقيها، لكن احيانا افحص البلد الاقي 46 اكس اكس، افحص الابيثيليوم الاقي 45 اكس او، او احيانا 45 اكس او على 46 ايزو كروموسوم اكس كيو، وده هناخدها في الاستراكشرال ابريشن. ايه اللي هيحصل؟ هيحصل ديليجن في هذه المجموعه من الجينز بسموها شورت ستيتشر هوموبوكس هوموبوكس كونتيننج جين على الاكس كروموسوم، هي اللي بتديني الشورت ستيتشر. دي السيمتومز والساينز او كلينيكال بيكتشر بتاعتنا موجوده على الصوره دي. قد ايه هي شورت؟ طبعا اللو سيت اير هايبر تيلوريزم توسيز لو بوستيريور هير لاين، شفناها اللو بوستيريور هير لاين، لو بوستيريور هير لاين، ويبد نيك، دي الويبد نيك، الفيميل هايبوجناديزم والاوبر نفس الكلام اللي قلناه في الكلايم فلتر هنقوله هنا على الايه اوبر وامينوريا وابس والسكندري سكس كاركتر والكلام ده كله احنا حافظين. خلاص كده خلصنا النيوميركال ابريج. تعالى بقى نتكلم على الاستراكشرال ابريج. الاستراكشر ابريجن ده معناه ان حصل كسر في الكروموسوم مش عارف اصلحه تاني. الطبيعي ان يحصل واصلحه، ده الطبيعي طول النهار انا الكروموسومز او الدي ان اي مولكيولز بتاعتي بيحصل فيها بريك وري يونيون. لكن لو حصل بريك وما حصلش ري يونيون ده في الغالب هيقلب بايه؟ بكروموسوم الابريجن. ده كروموسوم طبيعي بيتكون من كام سيجمنت زي ما احنا حفظنا قبل كده؟ من 4 سيجمنتس. ده لما كان اثناء الانترفيس وكان جزء منه يوكروماتين وجزء منه هيتروكروماتين، لكن اثناء الميتافيز هذا الدي ان ايه هيتحول الى كروموسوم بالمنظر ده. التو مولكيولز دي ان اللي شفته قبل كده هتحولوا الى ايه؟ الى كروموسومز، لكن موجود فيهم نفس الدي ان ايه اللي انا شفته قبل كده. فلو كان حصل ان الدي ان ايه بتاعي وقع منه جزء بالشكل ده، يبقى اذا لما اروح ابص على الكروموسوم بتاعي هلاقي فيه جزء منه وقع بالشكل ده. لكن لو الدي ان ايه بتاعي وقع منه جزء من النص بالشكل ده، يبقى لما اروح ابص على الكروموسوم واعمل له باندنج تكنيك يبقى هلاقي الجزء ده واقع من الكروموسوم بتاعي. الباند دي مش موجوده في الكروموسوم بتاعي. الاثنين دول بسميهم ديليجن. يبقى عرفنا يعني ايه كروموسوم الابريجن. يبقى لما نتكلم عن الكروموسوم الابريجن استراكشر الكروموسوم الابريجن، فانا بتكلم عن الاستراكشرال دي ان ايه ابريجن او الابريجنز اللي بتحصل للكروموسومز وهي في الانترفيس. لكن لما الكروموسومز اللي موجوده في الانترفيس تترجم لكروموسومز اللي موجوده في الميتافيز هيبان هذا الارتفاكت او الابريجن او الابنورماليتي اللي كان موجود في الانترفيز كروموسوم. طب لو كان صغير او لا مش هيبان طبعا في الميتافيز كروموسوم، لان الميتافيز كروموسوم ما بيبانش فيه غير الاستراكشرز الابريجنز او الابنورماليتيز الكبير. دي انواع الابنورماليتيز اللي احنا هنناقشها مع بعض بقى الكلينيكال سيجنيفيكانس بتاعها.
اول حاجه الديليجن، زي ما انت شايف الديليجن ممكن يكون تيرمينال، يعني الجزء اللي فوق ده طار مني اهو، والجزء اللي هنا طار مني اهو، ممكن في اللونج ارم، ممكن في الشورت ارم، ممكن يكون انترستيشيال، يعني الجزء اللي طار من النص، فانا هسميه تيرمينال ولا هسميه انترستيشيال. التيرمينال يا اما في الشورت ارم يا اما في اللونج ارم. اشهر ديليجن عندي او تاني اشهر ديليجن عندي هو الديليجن اللي ممكن يحصل في الكروموسوم رقم 4، في الشورت ارم ولا في اللونج ارم؟ لا انت اللي هتجاوب على الحكايه دي. بينتج عنها حاجه اسمها وولف هيرشر سيندروم. الكلينيكال بيكتشر بتاعته زي ما انت شايف، برومينانت فورهيد وبرود نيزل روت وشورت شورت ايه شورت فليترا وداون ترنت ماوس، والكلام داون ترنت ماوس اهو واضح هنا طبعا واضح كده مع كونجينيت الهارت ديزيز. ده لما اعمل له كاريوتايب باندنج تكنيك هلاقي الكروموسوم ده ما فيش فيه الباند دي، فبقول ايه، بقول ان الشورت ارم بتاعت الكروموسوم رقم 4 واقع من ومش موجوده في واحده من الكروموسوم. لكن لو كان الديليجن عندي في الشورت ارم بتاع الكروموسوم رقم 5 هسميها سريدو شات او كريدو شات او كريدو كات، اي حاجه، المهم ان هي كلمه فرنساوي بتقول ان كات كراي سندروم. كات كراي سندروم او مواء القطط ده بيتميز براوند فيشز، كات لايك كراي، كونجينيتال هارت ديفيكتس، مايكروكيفال مينتال ريتارديشن. برضو احنا لسه بنتكلم عن السريدو شيت. المايكروديليجن انا ما اقدرش اشوفها بالجيمس ستين عادية، يعني مش اصغر من اي ريزوليوشن في الباندز بتاعتي، يعني لو الباندز بتاعتي ممكن تبين لي القرى، لا دي باند دي ديليجن موجود في واحد من البيوت، فما اقدرش اشوفه بالجيم 16. علشان اشوفه لازم اروح ادور على ميزو تانية غير الجوجل ايرث، اتفرج بيها على الكروموسومز بتاعته وهي الفيش تكنيك، علشان اشوف الجزء ده من الكروموسوم وهو واقع. طبعا السندرومز دي انت هتقراها بالتفصيل وهتعرفها، مش هنوقف عندها. لكن الويليام سندروم بيحصل في اللونج ارم بتاعت الكروموسوم رقم 7 ريجن 1 باند 1 سب باند 2 سب باند 3. هنا ما قدرتش اوصل هنا، لقيته في السب في الس في ال في الباند 3 بتاعت الكروموسوم رقم ايه 11 شورت ارم، اللونج ارم بتاعت الشورت ارم بتاع الكروموسوم رقم 11. وهكذا هنقدر نقرا السندرومز المختلفه والسايت سيت، ودي مهمه جدا نظري وعملي. ده السندروم الاولاني اللي هو البرادرفيلي سندروم او ويلي سندروم، ده الصوره بتاعته، وطبعا الصوره على عهد جوجل، وطبعا جوجل جايبها من مراكز علميه متخصصه. يبقى هنا النوع ده من الابريجن بيثبت لحاجه اسمها جينومك امبرينتنج، ويا رب يكون لنا نصيب في المحاضره اللي جايه ونعرف ان فيها يعني ايه بالتفصيل جينومك امبرينتنج. لكن ده معناها ايه؟ معناها اكسبريشن اوف جين ديبندس اون باترنال اور ماترنال، الكروموسوم بتاعي باترنال ولا ماترنال. هنا الكروموسوم بتاعي لازم يكون باترنال، او 90% من الحالات بيبقى الكروموسوم فيها باترنال، لكن لو الديليجن ده حصل في الكروموسوم الماترنال مش هيديني السندروم ده. الكلينيكال فيتشرز بتاعتي زي ما احنا شايفين، في الاول بيبقى بور فيدنج، وبعدين يقلب بهايبر فيجيا ويبقى كلبوزه وحليوه زي كده. طيب الراجل اللي بيضحك على الفاضي والمليان ده بنسميه انجل مان سندروم، ولا عنده مشكله في الكروموسوم رقم ايه 15 لونج ارم ولا شورت ارم، لا لونج ارم، انهي ريجن ريجن 1 انهي باند باند 1 سب باند ايه سب باند 2 على سب باند 1 على سب باند 3. اهو ده احنا لكن دخلنا في الشوارع مش في القرى بس، علشان كده ما اقدرش اشوفه بالجيم 16، لكن هقدر اشوفه بالايه بالفيش تكنيك. طبعا هو عنده جيت اتاكسيا ولا ايه، عمال يضحك على الفاضي والمليان. ده الريفرنس اللي احنا اعتمدنا عليه في محاضرتنا، ونقدر نشوفه لما نحب، بعت لكم طبعا قبل كده الكتاب كامل. المايكرو ديليجن اللي ممكن اشوفه في الكروموسوم رقم 22 بسميه ديليجن سندروم. هذا الديليجن سندروم بسميه داي جورج كروموسومال كريتيكال ريجن، دي المنطقه اللي بيحصل فيها الديليجن، ودي الكلينيكال سيمتومز اند ساينز اللي ممكن اشوفها في الديليجن سندروم او الدي اس. الملل كراف خلاص احنا هنراجعه مع بعض او نقراه مع بعض، هسيبه لكم تقروه. زيه زي الويليام سندروم طبعا اللي قبل كده كان بيتميز بالويلمس تيومر. الويليام سندروم
طبعا ده الويليام سندروم، وده بيكمل معايا على فكره، بيبقى بيوصل للايرلي بيوبيريتي، بيوصل يبقى راجل يعني. علشان كده لازم نبقى عارفينه كويس، الفيشيال موجود فيه ايه، كارديو فاسكولار موجود فيه ايه، الاندوكراين والبرينيتال جروث ديفيشنسي والماين ترتارديشن بيبقى مايلد جدا. كده خلصنا الديليجن والمايكرو ديليجن. تعالوا نروح بقى للترانسلوكيشن، والترانسلوكيشن فيه حاجات مهمه جدا. الترانسلوكيشن عندي نوعين، في نوع منسوب للخواجه روبرتسون، وبالتالي سميناه ريبورتسونيان ترانسلوكيشن. النوع الثاني ما تناسبش لخواجه فتسمى حسب الرؤيه وسميناه ريسبروكال ترانسلوكيشن. في الريبورتسونيان ترانسلوكيشن عندي شرطين، الشرط الاولاني يكون الكروموسوم اللي بيحصل منه ترانسلوكيشن اكروسنتريك كروموسوم. يعني ايه اكروسنتريك كروموسوم؟ هنرجع لمحاضره الكروموسومز ونعرف الاكروسنتريك كروموسوم اللي السنتروميير فيه متطرف اول درجه ان الشورت ارم بتاعي نيجليجابل، وبالتالي الفانكشن بتاعت الشورت ارم دي بتشتغل ايه؟ بتشتغل في الريبوسوم الار ان اي، او عليها الريبوسوم الار ان اي جين، وبالتالي ما هياش مهمه قوي لانها متكرره. فلما تطير بالشكل اللي احنا شايفينه ده ما هياش مشكله، مش هتاثر على الفسيولوجي بتاعي. لكن هل ده هيأثر على صاحبه؟ يعني الراجل اللي عنده المنظر ده او الست اللي عندها المنظر ده بتتأثر؟ لا طبعا، لان فيسيولوجيكال عندها 46 كروموسوم، هيستولوجيكال عندها 45 كروموسوم. لكن لما ايه هو بقى الريبورتسونيان ترانسلوكيشن مره ثانيه؟ ان يكون واحد من الاكروسنتريك كروموسوم راح ركب على واحد ثاني من الاكروسنتريك كروموسوم. انا قلت معلومتين، المعلومه الاولانيه يكون اكروسنتريك، المعلومه الثانيه يكون واحد تاني. يعني ما ينفعش 21 يروح يركب على 21، لا 21 هنا راح ركب على 14. يبقى ده اشهر ترانسلوكيشن عندنا في الريبورتسونيان ترانسلوكيشن، ده الكلام اللي انا قلته. النتيجه عندي 45 كروموسوم هيستولوجيكالي، 46 كروموسوم فيسيولوجيكي. المشكله بتيجي منين؟ المشكله بتيجي من الجاميتس، لان الجاميتس عندي يا اما 23 يا اما 22. خلي بالك ال 23 دي هيستولوجيكال، فيسيولوجيكال كام؟ 24. ال 22 دي فيسيولوجيكال اند هيستولوجيكال 22. تعال كده نشوف الحكايه دي. الكلينيكال اكزامبل بتاعنا قلته واحنا بنتكلم في الداون سيندروم، وقلت لكم هيقابلنا لما نتكلم عن الريبورتسونيان ترانسلوكيشن. يبقى الكلينيكال اكزامبل بتاعنا هو الداون سيندروم. تعالوا كده نشوف ايه الحكايه. ده واحد نورمال، راجل نورمال، شاب نورمال، عنده في الخلايا بتاعته في السوماتيك سيل موجود 46 كروموسوم. لما يجي يعمل سبيرمس هيبقى عنده 23 كروموسوم و23 كروموسوم، حلو قوي زي الفل. دي سيده او راجل عنده ريبورت سونيان ترانسلوكيشن، في الغالب بتبقى سيده. ايه اللي حصل؟ الكروموسوم رقم 21 ساب مكانه وراح ركب على الكروموسوم رقم 14. الست اللي بتعاني من حاجه خالص، بالرغم ان انا هعمل لها كاريوتايب يطلع 45، لكن هي صحيح هيستولوجيكال 45، فيسيولوجيكالي 46 كروموسوم. المشكله بقى لما تيجي تعمل اوفا، لما هتيجي تعمل اوفا هيبقى عندها الكروموسوم الاوفا الاولانيه فيها كام؟ فيها 22 كروموسوم. 22 كروموسوم ميسنج، دي نورمال ولا اب نورمال؟ دي اب نورمال. ليه؟ لان هي 22 كروموسوم بس، اكشوالي هي كام؟ 23 كروموسوم. لو صادف ان ده هو اللي موجود، لكن لو صادف ان ده هو اللي موجود هيبقى 22 كروموسوم والخليه دي هتموت منه. الاحتمال الثاني ان يكون عندي 23 كروموسوم بالشكل ده، ده هيستولوجيكال 23 بس فيسيولوجيكال كام؟ 24. ان الكروموسوم ده متكرر هنا مره ومتكرر هنا مره، يبقى بالشكل ده هتكمل معايا والشكل ده هتكمل معايا الاوفا دي. تعالوا بقى نشوف لو الاوفن دي حصل لها فيرتلايزيشن، الاوفن دي فيها كام؟ فيها 23 كروموسوم صح، بس اكشوالي كام؟ 24 كروموسوم. يبقى هيستولوجيكال 23 فيسيولوجيكالي كام؟ 24 كروموسوم، عندها اكسترا 21 كروموسوم. تعال بقى يحصل فيرتلايزيشن بسبيرم. بقى دلوقتي الزيجوت ده فيه كام كروموسوم؟ نعد كده 1 2 3 4 لحد 22 ومعاه اكس اكس، يبقى ده 23 كروموسوم. ده هيستولوجيكالي بس فيسيولوجيكالي عندنا كام كروموسوم من 21؟ 3. يبقى في الحالة دي الخلية دي لما يحصل لها ريبليكيشن هتدي ايه؟ هتدي المنظر ده، يبقى صاحبنا هيبقى عنده داون سندروم بالرغم ان هو 46 كروموسوم، لكن المشكلة ان هو جاي من ام عندها ريبورتسونيان ترانسلوكيشن. سهل الريبورتسونيان ترانسلوكيشن، سهل جدا كمان.
في الريسيبروكال ترانسلوكيشن اللي هو اسهل منه بيحصل تبادل، تبادل من الجزء ده مع الجزء ده، والتبادل مع الجزء ده مع الجزء، ممكن يبقى انترستيشيال بالمناسبه، يعني ممكن يكون تيرمال ممكن يكون انترستيشيال. ادا الترم اهو بالشكل ده في التيرمينال عادي خالص، جزء من ده تبدل مع جزء من ده، في الانترستيشيال زي ما انت شايف جزء من ده تبدل مع جزء من ده. في الريسيبروكال ترانسلوكيشن ده اشهر ترانسلوكيشن ما بين الكروموسوم رقم 11 والكروموسوم رقم 22. الكروموسوم رقم 11 اللونج ارم بتاعته ريجن 2 بند 3 سب بند 3 هتروح لمين؟ هتروح للكروموسوم رقم 22 ريجن 1 سب بند بند 1 سب بند 2. طب ايه المشكله؟ يعني ايه المشكله ان هيحصل ان انا انقل جين من اماكن الى اماكن اخرى؟ الكارير اللي هو معاه ده ما عندوش مشكله، لكن لما يجي يخلف في الغالب هيخلف اطفال عندهم ايه؟ ترايسوميك، يعني الاجزاء دي متكرره، الاجزاء اللي حصل لها ترانسلوكيشن دي هتبقى متكرره، والاجزاء اللي حصل منها ترانسلوكيشن هتبقى ديفيشنت، يبقى عنده ترايسوميك لحاجات معينه ومونوسوميك في حاجات معينه، وهو ورزقه بقى جاي يكمل يا ما يكملش حسب الاماكن اللي حصل فيها الريسيبروكال ترانسلوكيشن. لكن ده مثال مشهور قوي للاكيوت برو مايلوسيتيك لوكيميا، بتوع الاطفال معايا مصحصحين. الاكيوت برو مايلوسيتيك لوكيميا بيبقى السبب فيها ايه؟ ترانسلوكيشن ما بين الكروموسوم رقم 15 والكروموسوم رقم 17، ده الباند والسب باند ودي الباند والايه والسب باند. طب ايه اللي هيحصل يعني؟ اللي هيحصل ان في جين هيتنقل من مكان لمكان، بالظبط زي ما كنت بشبه الولاد عندنا في المحاضره، ان انا بنقل طالب من اوضه ما بتذاكرش الاوضه بتذاكر قوي، الاوضه اللي بتذاكرش دي كان هو قاعد مستريح مبسوط ومزاجه حلو، لما نقله الاوضه بقى فيها في المدينه الجامعيه، يعني من ابناء المدينه الجامعيه، لما نقله بقى في اوضه بتذاكر قوي هيضطر يذاكر قوي، يبقى انا بجيب جين كسلان واحطه عندي جين نشيط، فيتخلق جين جديد بسميه اونكوجين. هذا الاونكوجين اللي هو ترانسكريبشن فاكتور، يبقى بالاستراكشر هيبقى ترانسكريبشن فاكتور، لانه هيخلي لي اونكو بروتين، هيعمل لي ايه؟ هيعمل لي بلوك للديفرنشيشن اوف برومايلوسايت لماتيور جرانيولوسايت، وبالتالي البرومايلوسايت هيحصل لها مالتيبل بروليفريشن، وكل واحد نسميه سرفايفل فاكتور لو انتم فاكرين. وبالتالي هيحصل اكيوت برو مايلوسيتيك لوكيميا. الكلينيكال بيكتشر بتاعتها طبعا نوع من انواع اللوكيميا، هلاقي في بان سايتوبينيا وويكنس وهيموراجيك فايندنجز، ولازم هنا الرابيد سايتوجينيتك دايجنوز هنا مهم جدا. في الكرونيك مايلويد لوكيميا وانتم حافظينها كويس جدا، بيحصل ترانسلوكيشن بين الكروموسوم رقم 9 والكروموسوم رقم 22. ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان انا هجيب جين كسلان احطه جنب جين نشيط جدا، فهيحصل اونكوجين، تركيبة الاونكوجين الجديدة. هذه التركيبة هتؤدي الى ايه؟ الى بروليفريشن اوف ذا مايلويد تيشو، هينتج عن الكرونيك مايلويد لوكيميا. وطبعا الكروموسوم اللي حصل له ترانسلوكيشن ده بسميه الفيلادلفيا كروموسوم، بيبقى مميز جدا، بس نسيت اجيب لكم الصورة. دي الكلينيكال بيكتشر. كده خلصنا الترانسلوكيشن وعرفنا الريبورتسونيان والريسبروكال ترانسلوكيشن. في الانفيرجن الكلام سهل جدا، عندي نوعين من الانفيرجن. هل الانفيرجن بتاعي بيشمل السنترومير ولا لا يشمل السنترومير؟ لو كان لا يشمل السنترومير بسميه باراسنتريك انفيرجن، لو كان فيه السنترومير يبقى بسميه بيريسنتريك انفيرجن. يبقى الباراسنتريك انفيرجن ده ما فيش فيه ايه؟ سنترومير، زي ما انت شايف حته من الدي ان ايه اللي فوق او اللي تحت هيحصل لها انفيرجن بالشكل ده، يبقى يا اما في الشورت ارم يا اما في اللونج ارم. ده لو كان البيريسنتريك انفيرجن زي ما انت شايف هيحصل تشينج في الريشيو، يعني اللونج ارم ما عادش هيبقى لونج ولا الشورت ارم هيبقى شورت. نبص كده تاني، صح صاحبه لا يعاني من اي مشكله بسميه بالانسد انفيرجن، او بسميه بالانسد. لكن لو بتظهر مشكله امتى؟ بتظهر مشكله اثناء الكروسنج اوفر، اثناء الكروسنج اوفر يجي الكروموسوم اللي هو انفيرتد يجي يقف جنب الكروموسوم اللي هو مش انفيرتد اخوه، يحصل ما يعرفوش يلاقوا بعض او يلاقوا بعض بصعوبه، فيفضلوا بقى يتحايلوا على القانون علشان يعملوا كروسنج اوفر بالشكل اللي احنا شايفينه ده، واللي بسميه لوب فورميشن. لما يحصل لوب فورميشن ويجي بعد كروسنج اوفر وبعدين يجي يحصل في الاخر الانافيز الاقيه اتغير، ده اللي هو البيريسنتريك انفيرجن. شايف الكروموسوم
شايف الريشيو هنا غير الريشيو هنا. كويس، ده الكروموسوم الطبيعي. فين الطبيعي؟ اللي هو ده الابيض ده A B C D E لحد K. اللي تحت ده حصل انفيرجن من حول السي لغايه الاي، فدي بقت هنا ودي بقت هنا. اثناء الكروسنج اوفر خلي بالك مش هيعرفهم يتعرفوا على بعض الا بصعوبه جديده. ازاي يعني؟ بص كده معايا ايه اللي هيحصل اثناء الكروسنج اوفر. البي الاي جت مع الاي والبي جت مع البي والاي جت مع الاي. مين اللي عمل الحكايه دي؟ النورمال عمل نفسه بالشكل ده. كويس، الاب نورمال هيساعده او الانفيرتد ده هيساعده. ايوه هيساعده، بص جاب الاي جنب الاي وقام لافف اللفه دي، بسميها اللوب فورميشن. هذا اللوب فورميشن الكروسنج اوفر اللي هيحصل هنفترض او لازم ما يحصل، هيحصل في المكان ده هنا كده عند الاكس تشينج، هيحصل في المكان ده. فهيحصل ايه؟ هيحصل اكس تشينج للمنطقه دي، يعني انا شلت حته من دي وشلت حته من دي، ده الكروسنج اوفر. لما يتبادلوا مع بعض شوف بقى خلي بالك ايه اللي حصل هنا. ايه اللي حصل هنا؟ دي بقت دوبليكيتد للجي والكي وديفيشنت للاي للاي والبي. طب ودي بقت دوبليكيتد للاي والبي وديفيشنت للاي للكي للجي والكي. طبعا دي مش الصوره الوحيده لللوب فورميشن برودكت، لكن دي اسهل اقدر اشرحها لك بقدرتنا على الرسم. يعني يبقى دي بسميها دوبليكيشن ديفيشنسي، ولا دوبليكيشن ديفيشنسي، ولازم يكون صاحبها يعاني من مشاكل. ده مين اللي هيعاني؟ الابن. لو هنتكلم عن الرين كروموسوم، ايه الرين كروموسوم؟ الرين كروموسوم زي ما انت شايف الكروموسوم حصل فيه ديليجن في هنا وديليجن من هنا، فده ستيكي اند وده ستيكي اند بقى ملزقين في بعض. هتقول له هو الكروموسوم بيعرف الحكايه دي؟ هقول لك لا، الدي ان ايه لما كان في الاس فيز او الدي ان ايه وهو عايش في النيوكليس وقعت منه حته فبقت بالشكل ده. لو الحته دي، لو الجزء ده او النوع ده من الكروموسوم موجود في الجاميتس هيؤدي الى مشاكل. لو مش موجود في الجاميتس مش هشعر بيه ولا هحس بيه ولا هيأثر عليا في اي حاجه خالص. يبقى ده لو موجود في الجاميتس هيؤدي الى ايه؟ الى مشاكل. ليه؟ لان الكروموسوم ده لما يروح يقف جنب اخوه برضه نفس المشكله هتؤدي الى كروموسوم الابريشن للجيل اللي جاي، وفي الغالب ما يكونش معاها فيرتيلتي، يبقى صاحبها انفيرتايل. الدوبليكيشن احنا شفنا الدوبليكيشن ازاي حصل مع البريسنتريك انفيرجن، اهو في البريسنتريك انفيرجن. الايزوكروموسوم زي ما انت شايف الايزوكروموسوم، الكروموسوم بدل ما يتقسم بالطول اتقسم بالعرض، فبقى عندي في عند شورت ارمز وعند لونج ارمز. الشورت ارمز عاده بتختفي واللونج ارمز تقوم واقفه ومحتليه مكان اللونج ارم. يبقى الايزوكروموسوم يعني اللي فوق بقى زي اللي تحت، بالرغم ان اصله ما كانش كده. اصله لما كان احمر وازرق، بص كده، كان واحد قصير والتاني طويل. لما حصل دوبليكيشن، الدوبليكيشن حصل بالعكس، لما حصل قصدي سيبريشن، السيبريشن حصل بالعكس فأدى إلى ما يسمى بالايزوكروموسوم. يبقى ده نتيجة ترانزفيرز سبليتنج اوف ذا سنتروميد. ممكن نشوف على الصورة بتاعتنا تكون أسهل. للكروموسومز أثناء الميتافيز بتأرنج في الإكواتوريال بلين، كل الكروموسومز أرنجز في الإكواتوريال بلين بالشكل ده إلا صاحبنا ده وقف بالعرض. فلما وقف بالعرض حصل سبليتنج بالشكل ده. لما حصل سبليتنج النص ده راح هنا والنص ده راح هنا، النص ده اتفرد بقى كروموسوم بالشكل ده والنص ده هيتفرد يبقى كروموسوم بالشكل ده. كويس، بقى عند الكروموسوم ده بقى ده زي ده، لا ده مش زي ده، ده بقى اللونج ارم دي متكرره هنا مرتين فبسميه ايزوكروموسوم. هذا الايزوكروموسوم هينتج عنه لما اجي اعمل كاريوتايب للمريض بتاعي، يبقى انا عندي دايما الكروموسوم ده كده والكروموسوم اخوه واقف جنبه، اللونج ارم دي متكرره مرتين، يبقى عنده هنا دوبليكيشن، لكن عنده ديفيشنت للايه؟ للشورت ارم. وهنا نفس الكلام بالعكس، يبقى انا ايزو كروموسوم وهنا ايزو كروموسوم. اشهر ايزو كروموسوم عندي اللي هو الايزو كروموسوم اللي موجود فين؟ في الاكس كروموسوم. لكن لو كان موجود على ال 12 على الكروموسوم رقم 12 هيؤدي الى تستيكولار تيومر وانكومباتبل ويز لايف، اللي هو الايزو كروموسوم اللي موجود على الكروموسوم رقم ايه؟ 12. لكن لو كان موجود على الكيو كروموسوم، لو كنت بشوف الاكس كروموسوم الكيو بتاعتها متكرره مرتين فده هيؤدي الى تيرنر سيندروم. الكروموسوم بريكج، ودي برضو حاجه من الحاجات اللي بشوفها بتبقى اندايجنوزد خالص، ان بتبقى نتيجه ان وجود سان لايت او ايونايزنج راديشن، ودي بتحصل بعد طبعا التعرض للحاجات اللي انا قلت عليها دي، يا اما تعرض للسان لايت فتره طويله. ودي اشهرها الزيرو ديرما بيجمنتوزا.
وطبعا ما تشوفهاش لان البريفلنس بتاعها قليل قوي. لما نرجع للريفرنس بتاعنا ونقراها نلاقي قليل جدا. لكن هيحصل فيها ايه؟ هيحصل فيه عيب في الدي ان ايه ريبير انزايمز او الريبير سيستم. الدي ان ايه ريبير سيستم لما يبوظ كل السيل سايكل بتاعتي هتبقى ان كنترول، او الكروموسوم الافريجنز هتعدي مني. يبقى الكلينيكال فيتشرز بتاعتها سان لايت راديشن هايبر سنسيتيفيتي، سان بيرن لايك رياكشن، سان بيرن لايك رياكشن، سيفير سكين ريجن اراوند the eyes and the eyelid, malignant skin cancer. وده اهم ما يميزه، عشان كده بنسميها زيرو ديرما بيجمنتوز. في الاتاكسيا تلاجنتازيا زي ما انت شايف برضو ده عيب في الكروموسوم رقم 11، ودي المنطقه بالظبط اللي هنحددها، ودي بتتميز بايه؟ باوكيولو كيوتينياس اللي هي الحمران اللي انا بشوفه ده اللي بسميه تلانجكتازيا. في الفانكوني انيميا، الفانكوني انيميا مش مجرد ان هي انيميا، صح معاها انيميا بروجريسيف ابلاستيك انيميا، لكن بيبقى سندروم يعني شورت ستيتشر وكفؤه ليه سبوتس وهايبوجوناديزم ومايكروكيفال وهايبوبلاستيك او ابلاستيك صمب. زي ما انت شايف الصمب بتاعه بيبقى هايبوبلاستيك او ابلاستيك، ده ابلاستيك. في رينال ابليزيا او هورس شوكيت، دي ما يميز الايه الفانكوني انيميا، عشان اللي قاعدين في عيادات الاطفال لازم يكونوا واعيين للكلام. لما اعمل له كروموسوم الاستر هيطلع عنده الكروموسوم رقم 16 موجود فيه ايه؟ ميوتيشن. ايه البلوم سندروم؟ وطبعا اهم ما يميزه هو الباتر فلاي، ده البلوم سندروم اللي هو الباتر فلاي ديستريبيوشن اوفر ذا نود اند تشيك. لكن بقيه الساينز موجوده، وده بيبقى ميوتيشن في الريبير وارد في الريبير انزيمز برضه اللي موجود على الكروموسوم رقم 15. ده ما فيش ما يتميزش غير بالكولو بالكولو ريكتال كانسر، بسميه هيريديتري نان بوليبوزيس كولو ريكتال كانسر. وهنا السيتوجينيتك ستادي مهم جدا جدا، لان انا مش هلاقي المريض ده حاجه تشخصه غير ان انا اشوف الايه المنطقه بتاعه الجينز اللي انفولفد في الموضوع ده اللي موجوده على الكروموسوم رقم 3. اخر حاجه هنعيشها مع بعض هي الميكس بلويد. يعني ايه ميكس بلويد؟ يعني شخص واحد فيه اكتر من كاريوتايب او فيه اكتر من جينوتايب. يبقى الميكس بلويد دي هو شخص واحد اكتر من ايه؟ من ديفرنت سيت بوبيليشن. احيانا اسميها موسايسيزم واحيانا اسميها كيميريزم. ايه الفرق بين الاثنين؟ الموسايسيزم دول جينيتيكالي ديفرنت سيت بوبيليشن ارايت فروم ذا سنجل زايجوت، يعني داخل الزايجوت الواحد، داخل الشخص الواحد الاقي ايه؟ الاقي ديفرنت سيت بوبيليشن. في الكيميريزم الاقي داخل الشخص الواحد اتنين جينيتيكالي ديفرنت بوبيوليشن، واحد من شخص والتاني من شخص تاني. الاتنين دول بينتموا لنفس الشخص، دول بينتموا لشخصين مختلفين. الموسايسيزم اكتر من تو ديفرنت كاريوت، اصل التفسير سهل جدا، داش ده زيجوت او عادي اهو، وبعدين انقسم ادى تو سيلز، الخلية دي انقسمت ادى تو سيلز نورمال، صح كده؟ لكن الخليه دي لما تنقسم هتدي تو سيلز، واحده نورمال والثانيه اب نورمال. الاب نورمال دي قلنا قبل كده هي الديفيشنت، ديفيشنت في ايه؟ في الاكس كروموسوم مكمله معايا، في اوتوسوم مش مكمله معايا، دي هتكمل معايا لو كان الزياده ده اكس كروموسوم 21 او 13 او 18، غير كده مش هتكمل معايا. يبقى الاثنين دول ممكن امسحهم من على الخريط، او اسيب ده معايا على الخريط، او اسيب ده معايا على الخريط، او اسيب الاثنين معايا على الخريط. يبقى اذا ده هتؤدي الى سندرومز الريكورد عندنا، التيرنر سندروم والداون سندروم. خلي بالك احنا اتكلمنا عن الداون سندروم هنا بكم طريقه، بثلاث طرق. الطريقه الاولانيه كانت ترايسومي 21، الطريقه الثانيه كانت جايه من ريبورت سونيان ترانسلوكيشن، ودي الطريقه الثالثه اللي هي الموسايسيزم. الكلام ده مهم جدا طبعا في الامتحانات. الموسايسيزم البص ده طبعا لو انا مش بتكلم عن الكروموسوم، بتكلم من مجرد حصل ميوتيشن. ميوتيشن دي بتبقى فريكوينت هيومن، لان الانسان بيبقى غالبا موزايك. الميوتيشن دي اما تحصل في البروجينيتور سيل اثناء الامبريونيك لايف، او تحصل في الاند سيل لو هي لو احنا بنتكلم عن الكانسر سيل. الكيميريزم بقى زي ما انت شايف، ده سبيرم عمل انفرتيلايزيشن لو، وده سبيرم عمل انفرتيلايزيشن، ده بقى امبريو 1 وده بقى امبريو 2. امبريو 1 اخذ مجموعه من السيلز بتاعت الامبريو 2 جواه، بقى عندي في الانسان ده كام نوع من انواع الجينيتك
كونستيتيوشن اتنين، واحد بينتمي الامبريو 1 والتاني بينتمي الامبريو 2، يبقى ده limited colonization of one twin by cell from genetically different non-identical co-twin. بكده تكون محاضرتنا قبل الأخيرة انتهت، وإن شاء الله نتقابل في المحاضرة الأخرانية الأسبوع ده علشان بكده يكون خلصنا كورس الجيناتيك ونبدأ نتكلم في الحاجات اللي تهمنا لو أنتوا لكم أي أسئلة. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.